صباح الخير. يا صباح الفل والورد والياسمين. نهارك عربي بألف الصلاة على النبي يا حق. شو هاد؟ شو هاد؟ ليش هيك لون الشاي؟ الشاي ليش هيك لونه؟ شو بو؟ أنا 100 مرة فهمتك إنه أنا ما بحب الشاي الفاتح، بحبه غامق. غامق كتير. معك حق، بس مو الحق علي ها؟ الحق على ناهد. الله يسلمك، يا ناهد على الفصل. وشو دخل ناهد بموضوع الشاي؟ يا سيدي عطتني ظرف جديد من هذا الشاي وقالت لي جربي، نبهت علي ما حط غير ظرف واحد لهذا الابريق، قال شو بحل كثير. ومين هي ناهد بالاول؟ اجتمعت انا وياها عند الخياطه ام صبري. ناهد متجوزه تاجر كبير بالبزوريه، يعني تاجر من ما جميعه، عنده سكر وشاي ورز وشعيريه وسمنه ومعلبات، يعني انت بس اطلب وتمنى. عرفت وين دكانته؟ ليكون هذا ال... يا سيدي ما لقيت دكانته باخر البزوريه جنب الفيجه، واخوه كمان في عنده دكاني بيبيع فيها توابل وبهارات، بس شو يخزي العين على زباينه شو كتار، قال العالم عنده بالدور قتل قتول. يعني اذا كان بس قال شو مو طيبات على بعضهم هو واخوه. ليش؟ لانهم اختلفوا على الورثه. الاب كان في عنده 7 محلات و8 نصاصي و3 مستودعات بالقدم. كتب يا سيدي ملا انت لكل صبي محلين و3 نصاصي ونص مستودع. لك انا بس بدي افهم، انت شو عرفك كل هالحكي كله؟ ها يو، ما قلت لك اجتمعت مع ناهد عند ام صبري الخياطه؟ وام صبري على فكره صاحبه كتير مع ناهد، خيطت لها بدله العرس لحماتها، من يومتها هن من اعز الاصحاب، وقال بجوز تخطب وحده من بناتها لصبري. صبري ابن ام صبري؟ ايه صبري، بقيان له شهرين ليخلص عسكريه، عم يخدم بمطار سري على طريق المرستان، يعني ثالث مفرق على ايدك اليمين مثل ما تقول، بيبعد شي 40 كيلومتر عن الشام. يخزي العين شو سري؟ لازم يسموه سري مري. بس قال معلمه مبسوط كتير منه، مريحه على الاخر. كان كل كم يوم يهرب يروح يبات بالبيت، وبعد كل هريبه يحلقوا له على الصفر. عمل حمل الحالة ام صبري وراحت لعند معلمه وقالت له دخيله حرام عليه، لك بدي اخطب له للولد، ليش هيك عم تحلقوا له اقرع؟ لك ما عاد في وحده بتقبل تشوفه بقى. عم هذا المعلم دق على صدره وقال له خلص عندي، ومن يوميتها يا سيدي من لا انت حطوا حاجب عنده بالمكتب، ما عاد طالعوا لا حرس ولا طوارئ، ولا عاد طالعوا لا صخره ولا جاي بالمطبخ، وكل شغلته صارت هات شاي يا ولد وجيب قهوه يا ولد. بس يا ام شكري، اذا كل العناصر بدهم صبري عم بيقول انه هيك اريح له بكثير. الافدي بيقعد جنب هالجرس، بدق الجرس بيركض ركيد لعند معلمه صبري، ما بدق بينام. ومعلومك العساكر هنيك شو بيكون عم بيقولوا؟ بيقولوا 1000 دقة جرس ولا نوبة حرس. وشو هاد يعني؟ مثل؟ ايه مثل، بس مثل عسكري مو مدني. لا، ولاجل الصدفة طلع معلمه قرايبها لأم حمدي. معلمه لصبري؟ ايه قرايب أم حمدي؟ قرابة قوية من ناحية النسوان. مين أم حمدي؟ يو، مرته العز البوابيري شبنا. مين عز البوابيري؟ ما عرفته. شبك ابو شكري عز البوابيري اللي فاتح دكانته بتم الحاره، اللي كانوا بدهم يهدوا له اياها وعمل وسط عند مهندس البلديه لحتى يغير المخطط، اللي مات اخوه بعمليه القلب. ها اخوه المهندس؟ لك لا اخوه لعز البوابيري كان عنده اخ ومن لاخ اسم الله حوله على هالشبوبيه من هالباب ما بيفوتها، وشواربه هالتخن تخنا بيوقف عليهم. لا بس شو الفايده يا حسرتي؟ سألت من طوله لا من تمه ولا من كمه، خرس وما عطلع معه ولا كلمة. ركضوا هالإخوات وحملوه ونقلوه على هالمستشفى. ووتو يا حزرك، شو طلع معه؟ طلع معه حركة بالقلب، وتحت العملية مات. بتعرف ليش مات؟ الظاهر عطوه جرعة بنج زيادة، قام ما تحمل قلبه قلب ومات. بتعرف إنه ما كان حدا حاذر عليه بنوب؟ نوب ما حدا حاذر عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثانية بس بتعرفي ما زعلت عليه كتير، ما بعرفه. بدي خضرة اليوم. إذا بدك تجيب خضرة من عند أبو عبد الخضرجي لا تجيب، بيكون أحسن. اسمع لقلك، هذا أبو عبد الخضرجي صاير غشاش وقليل ذمة كتير. لك بقول له بدي بندورة خرج السلطة بيعطيني بندورة خرج الطبيعة، بقول له بدي خيار أصابيع الببو، أصابيع الببو ها أبو عبده بيعطيني خيار مبذر وكل خيارة هالقد قدها قد بطة الرجل. لك بهالحالة بدك تجيب خضرة جيبها من عند أبو حدو، عرفته؟ اللي دكانته بالحارة التحتانية بجنب مصلح البسكليتات، اللي لقطوا عنده سنة الماضية تهريبة وحبسوه وختموا له دكانته بالشمع الأحمر ورجعوا أولاده عملوا واسطة وفتحوا الدكانة من أول وجديد وقلبوها لمحل قطع تبديل. المهم مقابيله تمام في بياع ترمس غلوجي بضل واقف على الزاوية بيبيع ترمس لأولاد المدارس، وعنده ولد معه بلاها. لك خلص ينك تكرارك على هلسان يلي مثل منشار، أنا يلي رح تصيبني البلاها وعميان القلب من لسانك. Thank you.
ليكو الثاني ليكو. قلي شو حكينا؟ الله يعطيك العافية. أهلين وسهلين ومرحبتين، أهلا وسهلا ومرحبا. نعيما أهلين. مع السلامة. أهلين وسهلين. نعيما مباركا إن شاء الله بصلاة على النبي. يا ميت مرحبا. بتسأليني بحبك ليه؟ سؤال غريب ما جاوبش عليه. اهلا وسهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا ومرحبتين. شرف اخي، شرف شرف، فوت جوا. يا اهلا وسهلا ومرحبتين، تفضل اخي تفضل. يا ميت مرحبا. شو بالظاهره اول مره بنزور الحاره فيها انت؟ اهلا وسهلا ومرحبتين. يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين وسهلين. اذا الصوت عالي استاذ وطيلك يا فورا. لا معلش، اذا الغنيه مو عاجبتك منغير لك، منغيرها فورا استاذ، بس انت قول. لا منيحه منيحه. يا اهلين وسهلين ومرحبتين. يبدو انه الاستاذ بحب الطرب القديم، مو هيك؟ هيك على ما يبدو. يعني احيانا الواحد بيسمع. برافو عليك، احسنت. رح تبدا تخرط مشطي انت، ها. ايه لكان طرب هالايام يا اخي طرب، يعني اذا الزعيق والصريخ والنطوطه مثل السعدين سموهم طرب، ايش هو بدهم يسموا طرب ايام زمان لكان؟ الله وكيلك، مطربين هالايام بتلاقيهم مولدنين، كثير مولدنين، لا قدر ولا قيمه ولا لبس مثل العالم والناس. اما بهديك الايام كان المطرب يوقف ورا الميكروفون باسيدي وهو لابس هالطقم المكوي والابل من الشايه والجراف الحرير وكويه بنطلونه مثل حد السيف، وبتلاقيه واقف مثل الالف، لا بيحوص ولا بيموس، لا يمين ولا شمال، لا طلوع ولا نزول، خلاص خلاص جاي يغني ويمشي. مو مثل المطربين هلا. قال شو بيقول المطرب؟ شو بيقول يا ربي؟ وإذا رجعتي من العشاء وعشقتيني شو عليكي؟ يعني شو رح يأثر معك واحد زيادة وانت راجعة من هالإمام؟ الله العظيم. بعدين ما بتعرفون يا أخي مطربين ولا لاعبين سيرك ولا رقاصين؟ مزبوط معك حق. كيف بتحب ترقص؟ كيف بتحب تقص؟ يعني قصة عادية كلاسيكية. برافو عليك، أحسنت. رح تبدا تخرط مشطي أنت، ها؟ يعني يا أخي شو بهالقصات القديمة؟ ها؟ من شو بتشكي؟ بالعكس بتعطي قدر وقيمة وهيبة ووقار وحزم وجزم، مو مثل هلا. أعوذ بالله من هلا. قال هلا. قال شو؟ شي بده يقص مثل جاكسون مايكل. شي بده يقص مثل مارادونا. شي مثل باجيو. هذا غير موديلات المارينز والخنافس والهوليجنز. تعرف انت الهوليجنز؟ لا والله، ممكن نستفيد. هدول مشجعين الفوتبول الانجليزي. لا تشوفني هيك استاذ، بعجبك. التلفزيون عم يعلمنا. هدول شبابهم وبناتهم بيقصوا نفس القصه. بقى يا لطيف على هالزمان، يا لطيف. الرجال صارت مثل النسوان والنسوان مثل الرجال. ايه بس النسوان بزماننا كانوا النسوان نسوان، يعني المراه كانت تطبخ وتنفخ وتجلي وتغسل وتعجن وتخبز وما تقول اخ اخ يا استاذ ما تقولها. اما هلا صار بدها جلاية وغسالة وفريزة وماكينة للكبة وعصارة للفواكه وهراسة للحمة واشارة للبطاطا وقطاعة للبطاطا ومعاسة للبطاطا. هذا غير فرامة البصل وخفاءة البيض ولفافة اليبرق ونتافة البقدونس. انت فلك بالخيط. لا معلش دخيلك بدم. شلك دقنك؟ مالك شايف عم تلمع هلا قشيتها؟ برافو عليك، احسنت. رح تمشط خرطي. رح تشمط. رح تخرط مشطي انت. لانه حلاقه الدقن كثير ضروريه بهالايام، بتعبر عن شخصيه الزلمه. على ايامنا على ايامنا نحن كانت حلاقه الدقن كثير اساسيه، خصوصي لما كنت بالجندرمه بالعسكريه، يعني كان اهم شيء الدقن يلي عم تلمع والبوط الناعم.
لا الدقن الناعمه والبطن لميع، لكن احلاقه الدقن شغله حضاريه كتير، مو مثل هلا دخيلك على هلا. العمى شباب هالايام عم يعملوا العمايل والهوايل بدقونهم. عمي خف لي ايدك الله يخليك، لاني مستعجل بدي امشي. ايه تكرم على عيني. ليش لوين رايح حضرتك؟ موصل خضرجي اللي عنا بالحارة، بدي روح جيب شوية فواكه قبل ما يسكر. الله يرحم فواكه أيام زمان يا أخي، كانت غير طعمة غير كسم. أنا كان يبقى لي درس طيب كتير، وبحب الفواكه بحبها كتير يعني، وبعرف طعمة تم منيح. كنت انزل لك على سوق الهال لاشتري لك انجاص، لاقي لك 100 نوع، انجاص كوشي، انجاص مسكاوي، انجاص عتماني، قشطب عسل، ابو زبله، لاقي مو مثل تفاح الايام، لا طعمه ولا ريحه ولا قشره ناعمه. لك بذر البطيخ كان غير شكل يا اخي، البذره كانت قد حبه الكرز، وحبه الكرز كانت قد الجانركه، والجانركه قد المشمشه، والمشمشه قد الدراقنه، وكل حبه دراقن هالقد قد البطيخ. إيه هلا الفواكه ما عاد إلها جنس الطعمة يا أستاذ، من كتر الأسمدة والهرمونات. هاي بتاكل التفاحة كأنك عم تاكل هوا عدم المؤاخذة. ولك حتى بياعين أيام زمان يا أخي كانوا غير شكل، كان يمرق لك هالبياع على العرباية بقى سيدي وهو عم ينادي بأربعة الرطل يا عنيب، الزيني الماس والاحمر دبوس يا عنايب، ما بقي بالكرم الا الحطب يا عنايب. ولا بياع التفاح هذا كان يقسم يقول مدري جولدن مدري ستاركن هالتفاح، مال الزبداني تفاح. اسال الله ايام، اسال الله على هديك الايام، ايام زمان مو مثل هلا. هلا لك البياع هلا اذا بتنقي بيزورك، واذا امنت له بغشك. بس الخضرجي ابو عزات صاحبي كثير، ومستحيل يغشني لانه في بيني وبينه مي وملح. ايه مرحبا مي وملح، قال مي وملح، ليش مين عاد سال على المي والملح هالايام؟ ملح، اخ يا سلام على ملح ايام زمان يا اخي، غير شكل. ملح ملح يعني ملح. الله وكيلك امي الله يرحمها كانت ترش رشه ملح على الطنجره، وطنجره هالقد قدها. اما هلا عليها. تعيش يا سيدي، هلا الملح ما عاد ملح منوب، بالعمى كانك عم ترش بودره. رش لك بودره؟ لا بتحسس منها لانه. برافو عليك، احسنت، بديت تخرط مشطي انت. ها ليش بودره هالايام بودره؟ يخرب بيتها مثل الطحين راسه بعبه. يخلي لي اياك، خف لي ايدك شوي، بدي روح جيب اغراضي وتيسر على شغلي بقى. ايه على عيني تكرم. ليش حضرتك شو بتشتغل؟ تاجر. ايه يا عيني على تجار زمان، كانت كلمتهم كلمه، يعني كان التاجر يبيع ويشتري ويعقد صفقات بكلمه، لا عقود لا وراق لا كومبيالات ولا من يحزنون. اما هلا ولك هلا، اخ على هلا، هلا ما حدا بيأمن لاخوه. شو حضرتك تاجر؟ بالطناجر. يا سلام على طناجر ايام زمان، بتصدق انه عندي طنجره عمرها 60 سنه ورثانها عن جدي، مالك علي يمين تحلفني اني ما بستطعم الاكل الا اذا انطبخ فيها. عفوا شو قلت؟ ما في شيء، عم بسعل. صلى على سعلة أيام زمان، سعلة 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 حقيقية، كانت تجي مسنترة ومدوزنة، سعلة. يخرب بيتها سعلة هالأيام، ناشفة ودبقة، ومتى ما علقت بالواحد ما بتعود تتركه. لك يا أخي حتى الجراثيم تغيرت. وين جراثيم هلا وجراثيم أيام زمان؟ الجراثيم كانت جراثيم، اما هلا لك هلا، اخ من هلا. هاي شرشفات وهي اجرتك، والستور ما شفت منه. ليش عم تعمل خير؟ شو في؟ هيك بطلنا نحلي. ليش شو السبب؟ طيب فوت شوي على بين ما تنقطع المطر. ما عاد بدي، ما عاد عجبوني حلاقين الايام. ليش شو بهون اخي؟ اسال الله، اسال الله على حلاقين ايام زمان، لانه بيطلعوا تلاميذك بالسرسره وكتر الحكي. لك ليكو التاني ليكو؟ شو حكينا؟